عودة عودة متسبعين جزاء دابا ديال بركان ضربه جزاء ديال بركان ضربه جزاء يا بركان ضربه جزاء ضربه جزاء اجواء حماسيه في هذا المقهى نتمنى ان شاء الله متابع القناة قناة شيف تي في ضربة جزاء متابع القناة ضربة جزاء متابعي الكرام نتمنى ان شاء الله نتيجة تكون يلا 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 اجواء حماس واحد جوج يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ضربة جزاء متابعي اكس 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 اه اجلس اه بيت 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 البيت هي هي هدف تعادل ديال نهضة بركان واحد لواحد متابع القناة قناة شوف سي في واحد قناة ديال التعادل اتحاد زمامرة سجل في الدقيقة 77 نتيجة التعادل ما بين اتحاد نهضة عاد تنقلب هدف التعادل اجواء حماسيه في هذا المقهى متابعي قناه شوف تي في هدف ديال التعادل في الدقيقه 77 متابعي قناه شوف. هدف ليميت فنتمنى ان شاء الله حد موفق